وتبقى العمليه كلها عيش لا مؤاخذه فلا مؤاخذه، وهو ملوش لعوه، ده ابوه هو اللي لا مؤاخذه. الواد من وجع الاسنان قال له اللي انت عايزه يا دكتور، اعمل معاك اللي انت عايزه. ده قلم الدرس ده بيخلي الواحد يلف حوالين نفسه. انت ما ظبطتش دي، ما ظبطتهاش، شغلك اي كلام، انت اصلا مش محتاج علاج اسنان، ده انت محتاج تروح لدكتور مسالك بوليه اهلا بيكم. تعالوا نشوف القضيه دي. والله ما عارفين، يعني الواحد دايما بيصعب عليه المجني عليه او القتيل او اللي سرق. اول مره ما يصعبش عليه القتيل، يلا غار. شوف يعني تخيلوا واحد مقتول ونقول يلا غار. يعني احيانا والله العظيم الواحد ما بيصعبش عليه القتيل زي ما بيصعب عليه القاتل. يعني الفقر بيخلي الواحد يسرق عشان يوكل ولاده مثلا او يوكل نفسه. هنا ممكن نقول عليه مجرم؟ لا، راجل جعان مش لاقي، ما بيصعب علينا، يبقى سارق وممكن يبقى قاتل عشان يسرق عشان يوكل ولاد ويصعب علينا. تعالوا نشوف القضيه اللي حصلت في القليوبيه، بالتحديد قريه اسمها قريه كفر تصفى، مركز كفر شكر، محافظه القليوبيه. ايه اللي حصل؟ طبيب اسنان مشهور اسمه عماد، عنده 70 سنة، فاتح في العمارة اللي هو بتاعته، واخد الدور الاول عامله عيادة، عيادة اسنان، وليه ابنه مدرس اسمه عيسى 35 سنة، والراجل عايش لوحده في الشقة، وابنه كل يوم والتاني يطمن عليه سواء بالزيارة او بالتليفون. يومين ورا بعض المدرس بيتصل بوالده، والده ما بيردش عليه، فالمدرس ايه ابوه برضه 70 سنة وإلي عليه وعايش لوحده الراجل ده. المدرس نزل ساب مراته وعياله وراح يسأل على ابوه، دخل لقى ابوه مغبوط على دماغه بالشاكوش، وملفوف حوالين رقبته سلك كهربا، وعينيه جحصة، وميت طبعا، ومسروق الدولاب طبعا في نعبشة في البيت، ومسروق الموبايل، ومسروق الفلوس اللي في الدولاب، والشقه متبهدله. اتصل برجال الشرطه، والشرطه جت، ويعني بنشكر برضو القائمين على مباحث مركز شرطه كفر شكر. الموضوع ما استهلكش وما خدش وقت كتير، وتم القبض على القاتل. القاتل اللي انا مش عارف اتعاطف معاه ولا ما اتعاطفش معاه، المفروض ان انا اتعاطف مع القتيل، ما تعرفش يعني ايه ليه التعاطف مع القاتل؟ يعني ده قاتل، راجل اسهق نفسه، متعاطف معاه ازاي؟ والدكتور المفروض ان مجني عليه قتيل، المفروض نتعاطف معاه، لكن ايه اللي عكس الامور المره دي؟ ايه اللي خلانا يعني نتعاطف مع المتهم ونقصه على المجني عليه؟ ليه؟ الراجل في عيادته وقاعد دخل عليه، طبعا على فكره تعب والام الاسنان من اخطر ما يكون، اوعى حد يقول لك يا عم ده شويه الم في الدروس، لا، ده الم الدرس ده بيخلي الواحد يلف حوالين نفسه. الا وجع الدروس والاسنان مؤلمه جدا، تحس ان الخبط فيها في المخ مش في الاسنان. يعني ربنا يعني ربنا يحمينا من وجع الاسنان ده والمها. فشاب تعبان رايح له علشان يكشف على اسنانه، فالدكتور قال له انت محتاج حشو عصب وتنظيف. الموضوع دخل في 2000 جنيه 3000 جنيه. فالراجل له معيش واسناني ما بنمشي منها، ارحمني اديني مسكنات. قال له لا، ده لازم الدرس لا يحشيه لا نخلعه ولا نركب لك طربوش، لا 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 الموضوع هيتكلف يعني. قال له ما عنديش يا دكتور. قال له بقول لك ايه؟ قال له ايه؟ قال له ما تيجي عندي البيت وتعمل معايا شغل. قال له شغل ايه يا دكتور؟ قال له يعني تيجي وانا هبسطك. قال له تبسطني؟ قال له هديك فلوس وهعالج لك اسناني اسنانك بالمجان ومية مية، بس تنام معايا وتظبطني. وش كده الدكتور طلع شاذ. الواد من وجع الاسنان قال له اللي انت عايزه يا دكتور، اعمل معاك اللي انت عايزه بس خف الالم ده. قال له ماشي، اعطاله مسكنات ومية مية، وقال له تجيلي النهارده في الليل بعد العياده، المهم تاكل كويس وتيجي عشان عايزك تظبطني. دكتور لا مؤاخذه، والشاب ما دام موافق يبقى هو برضه لا مؤاخذه. بس احنا بنقول لا مؤاخذه ليه؟ لان هو الراجل محتاج يعني مريض وعايز علاج، والمريض بيقول لك بتعلق يعني بقشايه زي الغريق كده،
فلقى الدكتور شاذ، فقال ايه المشكله، انام معاه وهتعالج واخد فلوس. الدكتور بعد الشاب ما راح له وظبط الامور ونام معاه، الدكتور راح قال له طيب تعدى عليا بكره في العياده علشان نكمل العلاج، وراح عطى له 50 جنيه. الشاب قال له ده انا عملت معاك شغل والله العظيم، ده انا تعبت، ده انا شقيت، و50 جنيه قال له لما تيجي بكره بقى خلاص. تاني يوم راح له العياده، راح الدكتور اطرده، اطلع بره، اوعى تيجي هنا تاني، انت وانت وانت. ايه يا دكتور اللي حاصل؟ ايه؟ قال له اللي انت عملته ده شغل امبارح، انا ما حسيتش باي حاجه، انت ما ظبطتش دي، ما ظبطتهاش، شغلك اي كلام، انت اصلا مش محتاج علاج اسنان، ده انت محتاج تروح لدكتور مسالك بوليه ودكتور يشوف مصيبتك ايه، ده انت تعبان خالص. قال لي ما عجبتكش امبارح يا دكتور؟ قال له انا عجبتني، انا زفتك، كان كله غرض اطردك من البيت واخلص منك، اوعى تيجي هنا تاني. تخيلوا بقى الشاب ده يطلع حس ان هو عمل حاجه غلط جدا، وبدل ما يلقى المقابل للغلط، يعني تخيل واحد بيروح ينط على شقه ويجي ويقتل صاحبها ويفتش ما يلقاش فيها حاجه، طبعا يقول لك يعني قتلت سرقت، يعني نطيت الشقه وكسرت الكالون ودخلت وقتلت وفي الاخر ما لقاش في الدولاب ولا قرش واحد. فهو نفس النظام، راح للدكتور ونام مع الدكتور وتعب نفسه وطلع، وفي الاخر الدكتور يطرده. قال له طيب انا هاخد حقي منك مثال لا تمرب. خلى الدكتور في العياده وراح نط على شقته، ما هو عرف بقى الشقه بتاع الدكتور، وراح نط على الشقه وهو بيفتش في الشقه على فلوس، ما لقاش غير 6200 جنيه 6200 جنيه وشويه حاجات اكسسوارات ما لهاش طلب كده، راح لميمه وخدها. وهو بيفتش في الشقه حظه النحس الدكتور دخل، استخبى هو في اوضه النوم، فضل الدكتور لغايه ما دخل لقاه في وشه، مسك الدكتور لقى شاكوش، راح مسك الدكتور على دماغه دب دب دب، تناثرت اجزاء مخ الدكتور على الارض. ثم بعد كده خاف احسن ما يكونش مات، راح جاب سلك التليفون وراح حوالين رقبه الدكتور، وبعد كده خد الساعه وخد الموبايل وخد محفظه الدكتور وطلع من الشقه عادي ولا كانه عمل اي حاجه. طبعا ابن الطبيب في الوقت ده كان بيتصل بوالده، ودخل لقى والده بالشكل ده، اتصل بالشرطه، جت الشرطه بالتحريات وكفاءه رجل الشرطه في كفر قريه كفر تصفى مركز شرطه كفر شكر محافظه القليوبيه، بالتحريات توصلوا ان كان في واحد الدكتور طرده من العياده وقال له اوعى تيجي تاني، وكانت زيته كبيره، وكان في حد شاف الشاب ده بيتردد على منزل الطبيب، قال ايوه الشاب ده انا شفته نازل من شقه الطبيب قبل كده قبلها بيوم. المهم بالقبض على هذا الشاب، قال يا جماعه انا قتلته، ما كانش غرضي حاجه، ده هو اللي استغل فقري، استغل عزتي، استغل مرضي، وقال لي تعالى نام معايا، انا راجل شاذ، وانا رغم انه عنده 70 سنه لكنه ليه في الشذوذ. وبعد ما نمت معاه فوجئت تاني يوم انه بيطردني، بيقول لي انت ما عجبتنيش وادائك مش حلو، رغم ان انا شاب صغير ما عجبوش ادائي وطردني، انا حسيت ان انا عملت يعني غضبت ربنا وعملت الغلط، وكمان لا يعالج لي اسناني ولا يديني المقابل اللي يحسسني ان انا حتى غلطي كان بمقابل، فقلت اسرق شقيته، وانا بسرق شقيته طب الدكتور، فاضطريت ان انا اتخلص منه بالشاكوش وبسلك التليفون، وسرقت 6200 جنيه، جبت بعض الاغراض وتفضل معايا 4350 جنيه اهم، والموبايلات معايا وبعض الاكسسوارات اللي في البيت انا خدتها موجوده في البيت عندي. طبعا تم القبض على هذا الشاب، وانا انا اللي مزعلني هو ابنه المدرس واسرته، يعني تخيلوا الاعترافات دي نزلت على كل شبكات التواصل الاجتماعي، كل الصحف تكلمت عنها، دكتور في كفر شكر قريه اسمها قريه كفر تصفى مركز كفر شكر، طبيب عنده 70 سنه، شاب بيقتله عشان مارس معاه الشذوذ وسرق 6200 جنيه. طب المدرس هيعيش ازاي؟ المدرس ده في البلد هيعيش ازاي؟ طب مراته واولاده هيعيشوا ازاي؟ كل اللي هيشاوروا عليه يقولوا لهم ايه؟ ادي الراجل ده اللي ابوه كان لمؤاخذه، واكيد هيقولوا هو برضه اكيد الواد برضه زي ابوه لمؤاخذه، ويوم ما اتخانق مع حد يقول له يا ابني لمؤاخذه، وممكن يبقى ماشي وحد يجي من وراه ويعمل لمؤاخذه، وتبقى العمليه كلها هيعيش لمؤاخذه في لمؤاخذه، وهو ملوش لعو، ده ابوه هو اللي لمؤاخذه، لكن الناس وكلام الناس. دي من القضايا اللي لفتت نظري انها حصلت في شهر رمضان المبارك، في ايام كريمه، في شهر كريم، وشاب هل وجع الاسنان رغم شدته وعنفه صحيح، لكن هل ممكن الواحد يضحي
برضا ربنا ويغضب رب ده قوم لوط والعوذ بالله ربنا خسف بهم الارض، واعمل كده عشان الام في سناني يا اخي؟ ده انت تمسك يعني تروح تمسك كده شاكوش وتكسر سن درسك وما تعملش القرف ده، وفي الاخر تقتل علشان طردك انت. انا عايز اعرف انت كنت زعلان عشان ادائك ما عجبوش، ولا قتلته علشان حسيت انه ضحك عليك وخد اللي هو عايزه، وبعد ما خد اللي هو عايزه طردك؟ ما انا مش عارف، لكن حته ان انت علشان قال لك ادائك مش حلو تروح تقتله او تروح تسرقه وتهدي مع الشجره، كلام مش منطقي. انت اصلا فعلا لا مؤاخذه، ولله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.